Ok, j'ai partagé en Facebook. Alors, on peut commencer, Yvonne. Hein? Oui, vas-y. Oui. طيب، on va commencer. في إطار أنشطة مخبر تاريخ الاقتصاد المتوسطي ومجتمعاته، ينظم المخبر بصفة كل سنة، ينظم كل سنة يعني حسب ما يكون ربي سامحوني. نظم المخبر كل سنة ندوة حول الهجرة، وهذه السنة سنتعرض إلى الهجرة القسرية واللجوء. ودعونا الأستاذ حسام الدين شاشية، وهو حاصل على الدكتوراه في التاريخ وينتمي إلى مخبر التراث بجامعة منوبة. نشر دكتوراه السفارديم والموسريسكيين، رحلة التهجير والتوطين في بلاد المغرب 1492-1756، وله عدة مقالات، كما حقق مخطوطة ناصر الدين علي القوم الكافري لأحمد الأندلسي. حاز حسام الدين الشاشية على عدة جوائز، من بينها جائزة ابن بطوطة وكذلك جائزة بيت الحكمة حول بحوثه. ويقدم لنا اليوم حسام الدين الشاشية بحثا أو محاضرة بعنوان المطرودون بسم الله، السفارديم والموريسكيين في القرنين 16 و17. لك الكلمة أستاذ حسين ششن. شكرا أستاذ رياض. في البداية أشكر مخبر تاريخ الاقتصاد المتوسطي ومجتمعاته، وأشكرك أنت وأشكر مؤسسة هيريش بول على إتاحة الفرصة للحديث حول موضوع قديم جديد يتعلق بالهوية والتعصب الديني والتهجير. في البداية سأحاول أن أقدم عرض بيبلوغرافي حول مسألة حول السفارديم والموريسكيين، ثم سأحاول التعريف بالمصطلحين لمن لا يعرفهما، ثم نتناول الموضوع الرئيسي وهو المطرودون، هذا عملية التهجير. إذن بالنسبة للسفارديم، بالنسبة في إسبانيا هناك العديد من الدراسات باللغة الإسبانية حول الموضوع، كذلك في العالم الأنجلوساكسوني هناك دراسات عامة حول ما قبل الطرد، وأساسا خصوصا في إسبانيا هناك الباحثة بالوما دييف إلى غير ذلك من الباحثين. فيما يتعلق ببلاد المغرب يمكن نتحدث عن دراسات هامة حول أساساً المغرب وأعمال حييم زعفراني، مقابل يعني محدودية هذه الأعمال المتعلقة بالجزائر وتونس. يعني حقيقة هناك أعداد أعمال قليلة جداً، نذكر من بينها عمل ليونيل ليفي. هذا بالنسبة للسفارديم. فيما يتعلق بالموريسكيين، الأبحاث عديدة ومتنوعة. الاهتمام بالموضوع بدأ منذ منتصف القرن العشرين، وأساسا تطور مع معرفته إسبانيا من انفراج ديمقراطي وعودة الاهتمام بموضوع الأقليات. هنا يمكن أن أذكر خصوصا أعمال ميغيل دي إيبالفا من مرسيدس كارفيارينال. في تونس أبحاث سليمان مصطفى زبيس، عبد الجليل التميمي، قفسي، أستاذ السعداوي. وفي المغرب العديد هناك العديد من الباحثين الذين اشتغلوا وما زالوا يشتغلون حول الموضوع. أشارك معكم هنا في دراسة حديثة حول القراءة في البيبلوغرافيا وفي كل ما كتب حول الموريسكيين مع الأستاذ لطفي عيسى. هذا عرض
لتطور الأعمال المتعلقة بالدراسات الموريسكية تقريبا في 100 سنة من 1917 إلى 2017. كما نلاحظ غلبت اللغة الفرنسية ثم اللغة الإسبانية ثم عدد أقل باللغة العربية. يعني نوعية هذه الأعمال يعني ليست دائما كما هو مطلوب. هناك اهتمام، أغلبية الدراسات كانت دراسات عامة، يعني اهتمت بالمواضيع العامة، يعني تدرس الطرد وفترة الطرد ثم ما قبله وما بعده. هذا تقريبا بالنسبة للبيبلوغرافي. الآن المصطلحين، مصطلح السفردي لو سيفارديس باللغة الإسبانية وترجمتها بالعربية يمكن أن نقول السفرديم ولا أو السفرديين. في الأصل كلمة سفرديم أو سيفاراد هي كلمة عبرية تشير في الكتب اليهودية القديمة إلى مدينة سارديس الموجودة في آسيا الصغرى، ثم أصبحت منذ بداية القرن الثامن الميلادي الكلمة العبرية المستخدمة للتعبير عن شبه الجزيرة الإيبيرية. تقريبا بداية من العصر الوسيط أصبح اليهود الإسبان يستعملون هذه الكلمة للإحالة على جماعتهم. ثم بعد صدور قرار 1492، قرار الطرد، توجه عدد من هؤلاء السفرديم إلى البرتغال وأصبحوا ينعتون كذلك بالبرتغاليين. لذلك مثلا في تونس نسميهم ناسيون جويف بورتوغيز ولا الليفورنيين أو الجورنيين، لأنهم ذهبوا إلى ليفورنو في إيطاليا ثم جاءوا إلى تونس. في المغرب أيضا حملوا تسمية الميغوراشي، أيضا يطلق عليهم الكونفرسوس، وكذلك تسمية المرانوس وهي تسمية يعني قدحية تعني أنثى الخنزير إسبانية. إذن هناك العديد من التسميات، لكن كلها يمكن أن نضعها تحت تسمية السفرديم بالمفهوم الحديث، ليس كما نفهمه اليوم، لأن السفارات اليوم أصبحت عبارة أو صفة ينعت بها كل اليهود الشرقيين مقابل إشكناز الذين هم اليهود الغربيين أو اليهود الأوروبيين. هذا بالنسبة للمصطلح السفرديم. بالنسبة للموريسكيين أو لوس موريسكوس لموريسك بالفرنسية، في العالم الإسلامي كما في تونس هناك من يقول أنه، وهناك جدل كبير حول استعمال هذا المصطلح، هل نستعمل كلمة موريسكيين أم لا، خصوصا الأشقاء والزملاء العرب وبعض المغاربة يقولون أنه مصطلح قدحي. لكن أصل التسمية عندما نعود إلى القواميس الإسبانية يعني التي تعود إلى القرن 16 أو 17، لا نجد ككلمة لا تحمل هذا المعنى القدحي كما تحمل كلمة مرانس. وحتى هنا الموريسكيون أنفسهم في بعض الكتابات باللغة الإسبانية استعملوا لفظ الموريسكيين، وحقيقة لا أعرف من أين جاءت المقولة الشائعة من أن الموريسكيين هي تصغير لكلمة المسلم تعني المسلم الصغير، وهذا أمر غير صحيح تماما. كلمة موريسكي استعملت تقريبا منذ بداية القرن 16، 1502 ظهرت في الوثائق الإسبانية، ويعني تم استعمالها كنوع من الاختصار لأنه أطلق على المسلمين الذين بقوا في الأندلس أو في إسبانيا بعد سقوط غرناطة 1492، أطلق على من اعتنق المسيحية تسمية لوس موروس كونفرتيدوس الإسلام، يعني المسلمون المعتنقون الكريستيانيزمو، عفوا، يعني المسلمون المعتنقون للمسيحية. تم اختصار الثلاث عبارات هذه في كلمة الموريسكوس. يعني كلمة موريسكوس حملت معاني قدحية كأي كلمة أو كأي صفة تقريبا بعد ثورة البوشرات التي قام بها الموريسكيون في جهة غرناطة في 1569-1572. تزايدت البروباغندا ضد الموريسكيين وأصبحت يعني نوع من الكلمة القدحية. هذا بالنسبة إلى المصطلحات. الآن سأتناول أو أعود إلى لماذا استعملنا كلمة المطرودون باسم الله. إذن وهنا يمكن الأصح هي المطرودون باسم الرب، يعني أو باسم كما يستعمل المسيحيون لفظة
التعبير عن الله، لأنه طرد بالأساس وكما سنبين في الوثائق، أو على الأقل هذا ما غلف الطرد على أساس أنه طرد ديني أو طرد حماية للعقيدة أو طرد إرضاء لله أو هذه يعني الرب المسيح. إذن بالنسبة للسفردين هناك ثلاث وثائق رئيسية يمكن اعتمادها في قراءة هذا الطرد على أساس دين. إذن الوثيقة الأولى هي قرار الطرد الصادر بحق الجماعة السفردينية بمدينة غرناطة في 31 مارس 1492، وهو الوثيقة الأهم. لكن هنا تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار، يعني قرار الطرد، صدر في نفس الوقت وفي نفس المكان لكن في نسختين، الأولى باللغة القشتالي كاستيانوس، والثانية يعني موقعة من الملكة إيزابيل والملك فرناندو، وتعرف بقرار غرناطة أو الحمراء لأنه وقع في قصر الحمراء. والثانية يعني النسخة الثانية من قرار الطرد باللغة الأراغونية وموقعة فقط من الملك فرناندو. هنا لا يجب أن ننسى أنه تاريخيا يعني الوحدة بين المملكتي قشتالة وأراغون ما زالت حديثة. كذلك يجب التنبيه لأنه قبل صدور هذين القرارين القاضيين بطرد كل اليهود من إسبانيا بعد 10 أيام، أي وهنا ملاحظة بسيطة، يعني هو كان تخييرا، طرد مغلف بالتخيير يعني اعتناق المسيحية أو الخروج من إسبانيا. إذن قبل أيام هنا نجد رسالة من المفتش العام لمحاكم التفتيش الراهب توماس دي توركيمادا، أرسلها إلى أسقف مدينة خيرونة يخبره فيه، هنا استشهد، أنه بعلم الملكين وتأييدهما يأمره بطرد كل اليهود التابعين إلى أسقفيته. ونجد في هذه الرسالة شرح لأسباب الطرد. إذن انطلاقا من هذه الوثائق الثلاث سنحاول الوقوف على أهم القضية المطروحة، أهم قضية تقريبا طرحت، هي مسألة أسباب الطرد. إذن القضية حازت على الجانب الأكبر من هذه الوثائق، يعني حتى في الحجم. دونك الوثيقة الأولى هي رسالة المفتش العام كما قلنا لمحاكم التفتيش، يعني تقوم على نوع من ما يمكن تسميته بالبنية المنطقية، يعني تقديم أسباب الطرد أولا ثم الإعلان عن القرار. أسباب الطرد هذه تكاد تستنسخ في الوثائق الثلاث بنفس الأسلوب والعبارات، فتقريبا كل الأسباب التي يقدمها توركيمادا هي أسباب دينية، وهي كما يقول نتيجة ملاحظات محاكم التفتيش التي عرض عليها طيلة 14 سنة عدد كبير من الشهود والمعترفين سواء من اليهود أو المسيحيين المغرر بهم. بالنسبة للسبب الديني الرئيسي الذي يسوقه فهو تواصل علاقة الكونفيرسوس، الكونفيرسوس بمعنى اليهود الذين اعتنقوا المسيحية، بالسفردين، مؤكدا أن هذا الاختلاط ومتابعة هؤلاء للعبادات العادات والاحتفالات اليهودية يؤثر سلبا على صفاء ونقاء عقيدتهم الكاثوليكية وصحة إيمانهم المسيحي. في نفس الإطار أي الأسباب الدينية، يشير المفتش العام لمحاكم التفتيش إلى عمليات تهويد في أوساط المسيحيين الإسبان، حيث يتحدث عن إعطاء اليهود كتبا عن دينهم للمسيحيين وأنهم كانوا يقرؤونها لهم ويشرحون ما فيها، ثم بعد ذلك يتحدث عن استهزاء اليهود من العقيدة المسيحية، فهم حسب قوله يحقرون من شأن المسيحيين ويصفون المسيحيين بالوثنيين. يؤكد في الأخير أنه لا يمكن التسامح أكثر مع هذه الأعمال المنتشرة في كل الممالك يعني الإسبانية بين ظفرين، ولا يمكن السكوت بعد اليوم على إهانة العقيدة المسيحية. إذن من خلال ما سبق يمكن الوقوف على الأسباب الرئيسية التي يسوقها توركيمادا، أي التأثير السيء لليهود على إيمان الكونفيرسوس، ثم أن هؤلاء اليهود السفردين يقومون بعمليات نشر تهويد أو عملية نشر لليهودية في أوساط المسيحيين، وثالثا الإساءة إلى العقيدة الكاثوليكية. هذه الأسباب سنجدها تتكرر في القرار القشتالي الموجه إلى كل الممالك التابعة للملكين إيزابيل وفرناندو، بل أن هذا القرار يكاد يكون في بعض الأحيان نسخة مطابقة للأصل لما جاء في رسالة توركيمان، وهذا ما يجعل عديد من الباحثين يتحدثون عن الدور الذي لعبه توركيمان هذا أول رئيس لمحاكم التفتيش.
حيث يحظر مرة أخرى التأثير السلبي لليهود على المطلقين المسيحيين خصوصا وعلى المسيحيين عموما كأهم سبب لاتخاذ قرار الطرد. نجد في القرار بين ظفرين: تعلمون جيدا أو يجب أن تعلموا أنه قد وقع إخبارنا بأنه يوجد في ممالكنا بعض المسيحيين السيئين الذين تهودوا وارتدوا عن عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة، حيث كان هناك فرص عديدة للتواصل بين اليهود والمسيحيين. إذن هذه صورة للملكين الكاثوليكيين فرناند وإيزابيل، وهذه نسخة من قرار الطرد. إذن لعل أهم ما يميز هذا القرار هو ذلك العرض التاريخي الذي ساقهما الملكان، حيث يشيران إلى أنهما أمرا من بيلات طليطلة سنة 1480 بتحديد وجود اليهود في أماكن مخصوصة، أي تحديد الفضاء اليهودي بهدف تقليص الاتصال مع المسيحيين، أين كما يقولان كان يأملان من خلال هذه الإجراءات معالجة الموضوع. بعد ذلك يتحدثان عن المعطيات التي مدتهما بها محاكم التفتيش، فمن خلال ما قدمتهم التقارير وجد عدد كبير من المذنبين، وهي معلومات تتطابق مع ما أعلمهم به العديد من رجال الدين الآخرين، وبأن الضرر العظيم يتأتى من تواصل اتصال المسيحيين باليهود. ثم نجد تكرارا لما ساقه تركي مادة حول الدور الذي يلعبه اليهود في إفساد عقيدة المسيحيين من خلال الحديث عن اليهودية وإعطاء كتب حولها للمسيحيين وشرحها لهم، مع إضافة بعض التفاصيل كفتح اليهود منازلهم لهؤلاء، أي ربما ليمارسوا اليهودية خفية، وأقنعهم بأن الدين الصحيح الوحيد هو الدين اليهودي، مؤكدين كما أكد تركي مادة من قبل أن ما وقع التواصل إليه من استنتاجات هو نتيجة العديد من الأبحاث التي قاموا بها أو من النتائج التي توصلت بها محاكم التفتيش. في نفس الإطار، أي مواصلة ما أسميناه العرض التاريخي لمسيرة ما قبل الطرد، يقول الملكان أنهما شاهدا أن الضرر الكبير الذي وقع أو من وجود اليهود في شبه الجزيرة الإيبيرية كان في منطقة أندلوسية، أندلوسية وليست الأندلس، أندلوسية هي مقاطعة توجد في جنوب إسبانيا. إذن وجد أن أكبر ضرر يهودي في تلك المنطقة، فقاموا بطرد يهود هذه اليهود أندلوسية في 1 جون في 1483، على عملية هذه الطرد تكون عبرة لبقية اليهود الموجودين في إسبانيا، لكن كما يقولان هذا القرار لم ينفع. إذن من هنا يمكن القول أن السلطة الملكية أو السلطات الملكية أرادت أن تبين من خلال هذا العرض التاريخي أنها حاولت تجنب قرار الطرد، فاتخذت كل إجراءات الضرورية لذلك لكن دون جد. هنا يصبح اتخاذ قرار الطرد تتويجا لمسار كامل وحلا أخيرا لا مفر منه. وهنا دائما وعلى مر التاريخ يحضر هذا ما نسميه بالحل الأخير لتبرير الفظاعات التي مورست في أو عمليات التهجير التي مورست على مر التاريخ، سواء في حق الأرمن من قبل الإمبراطورية العثمانية، سواء طرد كذلك اليهود في من العديد من البلدان الأوروبية وخصوصا من ألمانيا أو ملاحقتهم، وكذلك كما سنرى فيما بعد يعني في إطار طرد الموريسكي. هنا يحضر المهجرون أو السفرديم في صورة تاريخية مكررة، صورة الضحية المصرة على الإثم أو على لقاء حتفها، وهنا سنرى أن العديد من الكتاب الإسبان يحملون المهجرين المأساة التي يعانونها. إذن يذهب بعض المؤرخين إلى أن كثافة حضور السبب الديني في الوثائق الرسمية يعكس حقيقة الواقع وعقيدة الاسترداد التي قامت عليها الدولة الحديثة بين ظفرين في إسبانيا، هذه الدولة التي تقوم على مبدأ أساسي ألا وهو الوحدة الدينية، أين كان يمثل اليهود ثم المدجنون أو وفيما بعد الموريسكيين عاملا مانعا لقيام أو عناصر غير موجودة ضمن المشروع الاجتماعي والسياسي لهذه الدولة. إذن يبدو أن مسار قيام هذه الدولة قد انطلق منذ بداية القرن 13، حيث طرحت السلطات الدينية موضوع اليهود ومدى مشروعية وجودهم في إسبانيا الكاثوليكية،
مسار تدعم بالمجازر التي وقعت في حق يهود إشبيلية صيف 1391 وعديد المدن الأخرى، أو من خلال القوانين الصادرة طيلة القرن الخامس عشر كقانون بلاد الوليد، قانون توليت 1480، كلها قوانين أجبرت اليهود على ارتداء ملابس مميزة، حددت الحي اليهودي أو الخديرية يعني بالإسبانية، منعتهم من تولي الوظائف العمومية إلى غير ذلك. ثم قانون 1486 الذي يأمر بتحديد عدد سكان بورغوس تقع في شمال إسبانيا هذه المدينة وطرد البقية إلى غير ذلك من القوانين، ليكون قرار الطرد خاتمة لهذا المسار في التعامل مع القضية ما يمكن تسميته بالقضية اليهودية، أو تتويجا لعملية بين ظفرين التطهير التي قامت عليها السياسة الملكية منذ إنشائها لمحاكم التفتيش وهيئات نقاوة الدم، بالإضافة إلى محاكم التفتيش يعني التي أسست في إسبانيا منذ تقريبا سبعينيات القرن الخمسة عشر، والتي كانت أساسا تلاحق اليهود أو أساسا الخوديو كونفرس يعني المسيحي اليهود المعتنقون للمسيحية، ثم توسعت لمتابعة كل من يشك في عقيدته سواء من المسيحيين أنفسهم أو كذلك من الموريسكيين. هناك في إسبانيا كان هناك ما يسمى بهيئات نقاوة الدم الامبيازا دي سانجري، وهي هيئات تنظر في السلسلة أو في شجرة العائلة، هل هي مسيحية نقية ليتولى الشخص منصب معين، أو فيها جذور أو بين ظفرين يعني لوثة يهودية أو إسلامية. إذا هذه الهيئات خصوصا محاكم التفتيش وهيئات نقاوة الدم اعتبرت اليهود دائما بين ظفرين شوائب، أو كذلك بين ظفرين ورما خبيثا ودخيلا وجب استئصاله من جسد المجتمع الإسباني. وهذه ليست عباراتي لكن عبارات تستعمل كثيرا في عند كتاب تلك الفترة. في نفس الإطار، أي ترجيح كافة الأسباب الدينية، يرى بعض المؤرخين أن الطرد هو نتيجة حالة غير عادية من يمكن تسميته بين الهياج الديني وتحويل الأمة الإسبانية إلى مدافع وناشر للمسيحية في العالم. هذه الأمة المجيشة دينيا بانتصارها القريب منذ أقل من 3 أشهر على العدو المسلم وإسقاط آخر معاقله بشبه الجزيرة الإيبيرية، هنا لا ننسى أن عملية الطرد هذه جاءت بعد تقريبا حوالي 3 أشهر فقط من سقوط غرناطة في جانفي 1492، يعني عندما كان الشعور الديني للأمة الإسبانية في أقصى مراحله أو تجلياته. إذن في هذه الفورة الدينية اتخذ هذا القرار. إذن تقريبا هذه لوحة حول الطرد والإشبيلية ومحاكم التفتيش. هذا بالنسبة للموريسكيين السفرديب. بالنسبة للموريسكيين تقريبا لم تختلف المواضيع المطروحة المتعلقة بالموريسكيين وبطردهم كثيرا عن المواضيع التي طرحت فيما يتعلق بالسفرديب، أي أساسا تقديم الطرد على أنه طرد إرضاء لله أو إرضاء للعقيدة المسيحية. إذن يعتبر قرار الطرد الصادر 22 سبتمبر 1609، وهنا صورة لهذا القرار. إذن 22 سبتمبر 1609 هو قرار يقضي بطرد فقط موريسكي بالنسي، ثم فيما بعد تتالت قرارات أخرى تقضي بطرد موريسكي أراغون وموريسكي قشتالة إلى غير ذلك، كل جهة خصت بقرار، وذلك إطار تنظيم عملية الطرد. إذا يعتبر قرار هذا الطرد الخاص ببالنسيا الصادر في سبتمبر 1609 الوثيقة الرسمية الأهم أو المؤسسة لعملية الطرد، وثيقة تبدو شبيهة كثيرا من حيث البناء مع القرار القشتالي القاضي بطرد يعني قرار طرد السفرديب، حيث قام على توطئة وقع فيها تقديم عرض تاريخي لكيفية تعامل السلطات مع القضية الموريسكية، ثم أسباب الطرد في الإعلان عن القرار ونحو 13 نقطة تم من خلالها تنظيم عملية الطرد. هنا سأتطرق للعرض التاريخي. يبدأ هذا العرض الموجود في قرار الطرد بإبراز محاولات السلطات الرسمية تنصير الموريسكيين،
يعني إدخالهم للدين المسيحي، خصوصا في مملكة فالنسيا وقشتالة، مع التأكيد على أن هذه المحاولات قد تواصلت سنين عديدة، أي أكثر من قرن، ولكن بدون أي جدوى نجد في القرار بين ظفرين، ولا نفع معهم قليلا ولا كثيرا، لأنه لم يوجد فيهم واحد من هو نصراني حقيقة. إذن لئن لم يفصل هذا العرض للقضية المونسكية، خصوصا فيما يتعلق بعمليات التنصير، فيمكننا القول أن هذه العملية قد تواصلت طيلة القرن السادس عشر، فتم إصدار العديد من قرارات التنصير القسري للمونسكيين، 1502 قرار يتعلق في جهة غرناطة، ثم تعميد المونسكيين البالنسيين بصفة قسرية ما بين 1520 1521، ثم مونسكي أراغون 1526. كذلك يشير القرار عند ربما يشير القرار عند الحديث عن تحريض وإرشاد المونسكيين لتثبيتهم في الدين المسيحي إلى الدور الذي لعبته محاكم التفتيش، دون ذكر الوسائل التي تبعتها هذه المحاكم، ولا بطبيعة الحال هي وسائل قاسية وقاسية جدا. إذن يعني وظيفة هذه المحاكم تجاوزت كما قلنا مراقبة إيمان اليهود أو الكونفيرسوس إلى مراقبة كل من يعتنقون المسيحية، سواء من المونسكيين أو حتى كذلك كما قلنا من المسيحيين القدماء. من جهة أخرى، تم إبراز في القرار أن إرجاء معالجة القضية المونسكية، وكما أكد رجال الدين، قد أدى إلى حدوث بين ظفرين الشرور وغضب الله، إذن كما قلنا هو قرار رضاء لله، حيث أكد هؤلاء للملك أنه يمكن أن يعاقبهم، أي المونسكيين، في أنفسهم وأموالهم، يعني يمكن أن يأخذ أموالهم ويقتلهم لأنهم لم يكونوا مؤمنين صادقين، إلا أن الأخير كما يقول قد خير الحلم واللي وترك المؤاخذة. يعني هنا يقدم القرار الطرد على أنه قرار رحيل، فأمر باجتماع مجلس الدولة بطردهم بعد أن وقف بين ظفرين على أنهم يواصلون ردتهم وخيانتهم، فسعوا ويسعون من خلال سفرائهم وعبر طرق أخرى لإلحاق الضرر والاضطراب بممالكنا هنا، أي أن المونسكيين حافظوا على الإسلام ليسوا مسيحيين حقيقة، لذلك كانوا يتحالفون مع أعداء الإمبراطورية أو المملكة الإسبانية، سواء من العثمانيين المسلمين مثلهم أو من قراصنة شمال إفريقيا خصوصا في الجزائريين كذلك المسلمين، وحتى مع الفرنسيين الذين كانوا في حرب مع الإسبان. إذن هنا يمكن القول أن السلطات الرسمية قد حاولت في سنة 1609 استنساخ الصورة التي عمل الملكين الكاثوليكيين على تسويقها في مسألة طرد السفردي، أي أن اتخاذ قرار الطرد لم يكن إلا حلا أخيرا، وبأن الذنب هو ذنب المطرودين، لأنهم أصروا على الإثم وعلى عدم اتباع الطريق الصحيح، أي اعتناق المسيحية. مما سبق يمكن القول أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لطرد المونسكيين كما يرد في الوثائق الإسبانية هو زيف الإيمان المسيحي لهؤلاء الذين واصلوا إسلامهم رغم اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتنصيرهم، والذي وقع الإشارة إليه كما أبرزنا سابقا بصفة مباشرة في ديباجة القرار أو في التمهيد، أو من خلال ما جاء من نقاط في هذا القرار من تمييز بين المونسكيين على أساس قدم وصدق الإيمان المسيحي. يعني في القرار هناك تمييز بين المونسكيين يعني القدماء، يسمون القدماء، والمونسكيين الجدد. نجد في أحد نقاط قرار الطرد أنه يسمح للمونسكيين المقيمين بين النصارى القدماء البقاء في المملكة. كذلك في العديد من الوثائق الأخرى الموجودة في أرشيف سيمانكاس العام، نجد أنه دائما يسمح لهؤلاء ما يسمون بالمونسكيين القدماء بالبقاء مقابل طرد المونسكيين، ما يعرفون كذلك بالمونسكيين الجدد. هذا بالنسبة للوثائق الرسمية. كذلك من خلال ما يعرف بكتاب موجة التأريخ التبريري، هؤلاء الكتاب والذين بينهم خوان دي ريبيرا الموجود في الصورة أمامكم، يعني هم من قاموا بعملية تنظير
أو يعني تبرير لقرار لما قبل الطرد، يعني تنظير لوجوب طرد المونتسكي من أجل العقيدة المسيحية، وكذلك فيما بعد برروا هذا القرار. إذن من أبرز رواد هذا القرار يعني ما يعرف بكتاب التاريخ التبريري يمكن أن نذكر خوان دي ريبيرا، خايمي بليدا رجل الدين البالنسي، كذلك ماركوس دي كوادالاخارا، وهنا بعض كتاباتهم، غاسبير أجيلار، أثنار كوردونا. إذن كلهم كتبوا كتب سواء للتنظير أو للدفع السلطات لاتخاذ القرار أو لتبرير هذا القرار. إذا مثلا خايمي بليدا الذي يعتبر أهم هؤلاء الكتاب يركز في أعماله، سواء كتابه الدفاع عن العقيدة هكذا عنوان الكتاب، أو حوليات حول مسلمي إسبانيا كورونيكا دي لوس موروس دي إسبانيا، يقدم تقريبا العامل الديني كأهم هذه الأسباب. إذا نجده يحاول تقديم حجج تثبت أن المونسكيين غير مؤمنين يتبعون الدين المحمدي وكافرون، ثم يقول أن الملوك حاولوا تنصيرهم بالتحبيب والترغيب لكنهم لم يؤمنوا يوما بعقيدة المسيح، وأنهم لا يتورعون عن إظهار كفرهم، مقدما العديد من الحجج كما يقول استعمالهم إشارات غير مسيحية عند الموت، لا ينطقون باسم المسيح في القداس، لا يتبعون العبادات المسيحية، لا يحملون الصليب ويدمرون الموجودة في قراهم وفي الطرقات، لا يشربون الخمر، لا يأكلون الميتة ولحم الخنزير، يغسلون جثث الموتى ويدفنونهم بطريقة مخالفة للمسيحيين، ثم ولكي يتجنبوا تعميد أطفالهم يعمدون دائما نفس الطفل، مستنتجا في الأخير أنهم يواصلون أخطائهم وغيهم. الحقيقة خصوصا الأعمال الأدبية للعصر الذهبي يعني تؤكد عكس ما ورد عند بليدا، من أن العديد من المونسكيين كانوا يعني يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير، بعضهم حقيقة كان مسيحيا. وحول هؤلاء عندما سئل بليدا يعني إذا كان بينهم مسيحيون مؤمنون، يقول أنه لا مشكلة يعني حتى ولو قتلوا في بعد الطرد أو خلال الطرد فسيعتبرون شهداء. إذن التأكيد على أن الملكين الكاثوليكيين، هنا يمكن التأكيد على أن الملكين الكاثوليكيين يعني فرناندو وإيزابيل، وإن فتح الباب للطرد على أساس فكر استئصالي ديني، فإنهما سرعان ما حول قراراتهم. هنا يعني ألخص، طرد السفارديم يعني كما قلنا القرار يخير السفارديم بين اعتناق المسيحية أو الطرد، ثم الملكين الكاثوليكيين ويمكن الإدارة التابعة لهما سرعان ما وعد يعني التأثير السلبي على الاقتصاد الإسباني، لذلك سمح لعدد منهم بالبقاء أو بالعودة بعد اعتناقهم المسيحية، في حين أنه مع فيليب الثالث وبداية القرن 17 أصبح حتى إعلانك بأنك مسيحي حقيقي، وهنا العديد من المونسكيين أو عدد من المونسكيين الذين طردوا عادوا على الرغم من العقوبات الكبيرة وتم طردهم من جديد، ثم عادوا مؤكدين أنهم مسيحيين، لكن رفضت عودتهم، ليصبح اعتناق الدين ليس بالإعلان فقط بل أصبح موروثا، يعني يجب أن تكون هو نوع من اليهودية في هذه المسيحية الإسبانية. هنا إذا سياسة فيليب الثالث قامت على فكر استئصالي ديني إثني، فرغم أن مفاهيم كمفهوم نقاوة الدم قد حظرت في إسبانيا منذ منتصف القرن 15، فإن تموقعها بشكل بارز قد كان خصوصا خلال النصف الثاني من القرن 16، حيث بلغ الفكر الديني الإسباني درجة اعتبار أن الطهرية الدينية مرتبطة بالتاريخ العائلي للفرد، وأن التدين يقوم على الوراثة، فلم يعد التعميد كافيا حتى لو تم بالقوة لجعل السفرديمي أو الموريسكي مسيحا مسيحيا صادقا. هنا نعتقد أن هذا التفكير الذي قسم المجتمع الإسباني طيلة القرن 16 إلى مسيحيين وقدماء ومسيحيين جدد هو من أهم الأسباب التي عطلت عملية اندماج السفرديم والموريسكيين، وقاد في الأخير إلى الطرد سنة 1609.
هنا يمكننا القول كذلك لم تكن إسبانيا القرنين الخامس عشر والسادس عشر مختلفة عن جوارها من البلدان الأوروبية وحتى الضفة الجنوبية المتوسط من حيث الجهل بمعنى كلمة تسامح، يعني كلمة حديثة، كلمة تسامح، توليرانس، لكنها الوحيدة التي تقمصت ما يمكن تسميته بطل الكاثوليكية، أو أكثر بلدان ذلك العصر تعبيرا عن من ما يسميه أمين معلوف الهوية القاتلة، حيث نعتقد أن تعريفه لهذا المفهوم يعبر بكثير من الدقة عن ديناميكية الطرد أو هذا الفكر. هنا يقول أمين معلوف: أتحدث منذ بداية هذا الكتاب عن هويات قاتلة، ولا يبدو لي أن هذه التسمية مبالغ فيها، ذلك لأن المفهوم الذي يوضحه والذي يختزل الهوية في انتماء واحد يضع الرجال في موقف متحيز ومذهبي ومتعصب ومتسلط وأحيانا انتحاري، ويحولهم في أغلب الأحيان إلى قتلة أو إلى أنصار للقتل. إن رؤيتهم للعالم موارية ومشوهة، فالذين ينتمون إلى جماعتنا ذاتها هم أهلنا الذين نتضامن مع مصيرهم، ولكننا نسمح لأنفسنا في الوقت ذاته بأن نكون طغاة تجاههم، وإذا بدوا لنا فاترين نتنكر لهم ونرهبهم ونعاقبهم بوصفهم خونة مارقين. ينتهي الاستشهاد. كذلك هنا يجب التنبيه إلى خصوصية مسار تشكل الدولة الإسبانية الحديثة بالمقارنة مع بقية الدول الأوروبية الأخرى، فالهوية الإسبانية في جزء هام منها هي نتاج حروب الاسترداد أو ما يسمى لا ريكونكيستا، بمعنى أن وعي الانتماء قد تشكل في إطار الصراع الطويل مع المسلمين، ولعل الدليل على ذلك هو مثلا تواصل الاحتفالات الرسمية الإسبانية حتى اليوم بذكرى السيطرة على غرناطة، وذكرى عدد آخر من المعارك التي تؤرخ لانتصارات المسيحيين على المسلمين، أو الحفلات الشعبية التي تقام في إسبانيا، حفلات المسيحيين والموريسكيين التي لا تكاد تغيب تقريبا عن أي قرية، حفلات لوس موروس لوس كريستيانوس، وكذلك مؤخرا صعود اليمين المتطرف أو حزب فوكس في إسبانيا الذي كثيرا ما يستعمل هذا التاريخ في إطار هذه الشعبوية في إطار حربه على المهاجرين. إذن خصوصية هذا المسار هو الذي أدى إلى تشكل هذه الهوية الإسبانية، الهوية القاتلة. هذه الهوية القلقة حد التطرف في مجالات الطهرية والنقاء، جاعلة من السفرديم والموريسكيين كما أشار العديد من الكتاب الإسبان شوائب ومكونات دخيلة تسيء إلى لنقاء هذه الطهرية. يعني في النتيجة أو في المحصلة هذا إلى هذا انتهت هذه الهوية التي طردت تقريبا لم أذكر ما يجاوز 150 ألف سفرديم في نهاية القرن 15، وفي بداية القرن 17 تم طرد كذلك ما يقارب أو ما يجاوز 300 ألف شخص موريسكي في فترة قصيرة، ثم ترك كذلك تواصلت يعني عملية الطرد في إسبانيا لكن بدرجات أقل مع طرد اليسوعيين ثم الجمهوريين وغيرهم. إذن خلق هذه الحالة المتطرفة في النقاء في البحث عن الطهرية، إلى أن انتهت إسبانيا في بداية القرن العشرين إلى تلك الحرب الأهلية الدامية، وإلى ما يمكن أن نسميه إلى اليوم. أنا أعتقد أن إسبانيا إلى اليوم ما زالت تعيش في حالة قلق هوية، قلق يعني متواصل حتى اليوم. وشكرا على حسن الإصغاء والانتباه. رياض. شكرا أستاذ حسين. عندي صديق ذاك علاش يوصلني الصوت بتاعك ببعض التأخير. تابعت بكل اهتمام المحاضرة بتاعك، يعطيك صحة، وخاصة اللي عجبني هو مجهودك في عرض اللوحات والوثائق الأرشيفية اللي لولا يعني ما كناش نجم نشوفهم بحكم انك معناها اطلعت عليهم في اسبانيا. وهذه مساله مهمه جدا، وخاصه استرعى اهتمامي مساله تشكل الهويات
وكذلك الذاكرة، علاقة طرد الموريسكيين وسيفارديم بمسألة الذاكرة، وهي إلى اليوم مسألة تطرح في إسبانيا، وحتى في الفضاءات التي رحل إليها الموريسكيون والسيفارديم. وهذا معناه يجعلنا نفكر في استعمال البعد الديني في تغذية الأحقاد بين الشعوب. واليوم نشوف أنه حتى في أوروبا وفي الفضاءات المغاربية في مجالات الهجرة يطرح بجدية مسألة إدماج اللاجئين والمهاجرين، لأنه نمشيه في أنه سورتو داسيميلاسيون لإدماج كلي، أو أنه الانتيغراسيون يعني نترك اللاجئين والمهاجرين يحافظوا على هويتهم الأصلية، وال يعني الانخراط في هوية البلد الذي يستقرون فيه. هذا يطرح خاصة في الفترات الانتخابية حاليا، يطرح بجدية. لكن أنا عندي سؤال يخص إيواء هؤلاء المهاجرين في الفضاءات التي انتقلوا إليها واستقروا بها. هل كان هناك تمييز بين السفراديم والموريسكيين، أم أنه كانت يعني هناك حاجة لهؤلاء في بحكم الضعف الديموغرافي في تعرف أنه في تلك الفترات تعرف البلدان مجاعات وأوبئة بصفة دورية، هل أنه هذا كان عامل لاستقبالهم، أم أنه العامل الديني كان أيضا حاضرا في استقبال هؤلاء؟ شكرا أستاذ رياض، حقيقة أستاذ سؤال مهم ويكمل هذه المداخلة التي حاولت فيها الالتزام بالوقت المطلوب. يعني بداية بالنسبة للسفرديم، عملية استقبالهم تقريبا في الفضاءات المغاربية لم تختلف كثيرا عن بعضها البعض، خصوصا في المغرب والجزائر، لأن الأعداد المهمة توجهت أساسا للمغرب ثم الجزائر، وأعداد محدودة وصلت إلى تونس. إذن عملية الاستقبال يعني إجمالا هي كانت سياسة مرحبة، سواء من المارينيين أو الحفصيين في تونس بهؤلاء، على أساس أن وجودهم دينيا هو مبرر، لأنه على أساس هم من أهل الذمة يعني، وهناك يهود محليين، يعني هذا العنصر أو هذا الدين، العنصر الأفراد الذين قد الجماعة ليست جماعة غريبة عن هذه المجتمعات، يعني جماعة يهودية صحيح لها ثقافة مختلفة، لكن هناك جماعات محلية موجودة بالبلدان المغاربية. لذلك عموما وقع التسامح وحتى الترحيب بهؤلاء، وقعت مآسي، يعني تتحدث المصادر السفرديمية عن مآسي تعرضوا لها خصوصا في المغرب، يعني حقيقة مآسي كبيرة، خوفا من أنهم كانوا يحملون بعض الأوبئة، يعني الطاعون أساسا. مثلا هناك يهودة اسمه يهودة حيات يحكي لنا كيف بقوا يعني تقريبا يتجولون في بوارق البحر الأبيض المتوسط، لأن أي مدينة لم تقبلهم خوفا من أن يكونوا يحملون، أو هناك يعني أخبار أن هؤلاء المهاجرين كانوا لديهم وباء الطاعون. لكن الحكام في بلاد المغرب كانوا يرحبون بهم لأنهم موارد مالية، لأنهم سيدفعون الجزية، وبأنهم سيدفعون الجزية إذن سيثرون خزائن هذه الدول. وفي المغرب يعني وقع إنشاء حي جديد خاص بهم الملاح. في تونس الوضعية كانت مختلفة، لأن الدولة الحفصية كانت في يعني في أيامها الأخيرة، حقيقة المصادر يعني محدودة جدا حول الموضوع، لكن يعني توصلت لوثيقة تقريبا حسب معرفتي هي الوثيقة الأرشيفية الوحيدة التي تؤكد توجه سفرديم بعد 1492 أو الفترة اللاحقة إلى تونس، تتحدث عن عائلة سفرديمية توجهت إلى تونس لكنها تعرضت للسرقة عند وصولها إلى هناك، وأخذ الأبناء كعبيد. لكن مقابل هذا لدينا عدد من الشخصيات اليهودية المشهورة، مثلا إبراهيم
إسحاق زيكوتو هو يعني كان أحد العلماء المعروفين في تلك الفترة، وساهم في التحضير لرحلة فاسكو دي جاما في البرتغال قبل أن يطرد، وبعد الطرد توجه إلى تونس وأنهى بها أحد أهم كتبه، لكنه لم يستقر كثيرا مدة طويلة في البلاد وتوجه إلى القسطنطينية. كذلك لدينا شخصيات أخرى سفرديمي، المشترك بينها أن استقرارها بتونس كان دائما لفترة محدودة كما قلنا، نظرا للوضعية التي كانت عليها الدولة الحفصية، وكذلك للنظر إلى أن الخطر الإسباني كان يلاحق هؤلاء المطرودين حتى في أماكن لجوئهم. يعني تلك الفترة شهدت هجمات إسبانية على وهران، سيطرة على وهران، 1510 سيطرة على طرابلس. إذن اليهود بقوا يعني يستشعرون هذا الخطر الإسباني المسيحي الذي كان يلاحقهم حتى في المنفى. ثم في القرن بالنسبة لتونس في القرن السابع عشر مع الجرانا، يعني الجرانا هم أو البرتغاليين كذلك يسمون، هم أساسا السفارديم بعد خروجهم خرجوا للبرتغال ومنها توجهوا إلى ليفورنو، وفي القرن السابع عشر توجهوا إلى تونس والجزائر، لكن أساسا إلى تونس. وعندها نبدأ في الحديث عن ما يعرف بالجماعة السفارديمية في تونس التي تواصل حضورها في البلاد حتى 1546، وسأعود لماذا 1946 سامحوني. إذن سواء عثمان داي أو البيات أو الدايات كلهم رحبوا بهؤلاء لأنهم كانوا في الغالب من التجار، يعني أثروا اقتصاد البلاد. وكذلك حسب رأيي ما سهل اندماجهم هو وجود أو هجرة الجماعة الموريسكية، يعني الاثنين كانوا يشتركون في هذه الهوية الإيبيرية، كانوا يتكلمون اللغة الإسبانية ولديهم نفس العادات، وحتى لدينا وثائق سفارديمية باللغة الإسبانية تتحدث عن علاقة السفارديم أو هؤلاء الجرانا بالموريسكيين في البلاد التونسية. أنا أعتقد أن البلدان المغاربية بالمقارنة مع أوروبا الفترة الحديثة وأساسا شبه الجزيرة الإيبيرية كانت مجتمعات، يجب يمكن أن نقول مجتمعات نوعا ما متسامحة على أساس ما هذا حكم وجود أهل الذمة في البلاد، وكذلك التسامح هويات مختلفة. كما نعرف الأتراك العثمانيين مثلا في تونس والجزائر يعني هم نفسهم دخلاء بين ظفرين على البلاد، لهم ثقافة مختلفة عن السكان المحليين، ولهم هذه القابلية لقبول جماعات أو مهاجرين آخرين مختلفين عن السكان المحليين. يعني الشوفينية أو هذه ما نجده عند اليمين المتطرف في فرنسا أو إيطاليا لم يكن موجودا عند السلطة الحاكمة في البلاد، لأن هي نفسها جماعة يمكن اعتبارها جماعة مهاجرة. المضحك هنا أن السفارديم يعني تواصل حضورهم كجماعة مستقلة عن التوانسة أو اليهود المحليين ما بين 1710 كما قلت إلى 1946، أنه ليس البيات هم الذين ألغوا وجود هذه الطائفة المختلفة، لكن السلطات أو فرنسا المساواة، فرنسا العدالة، فرنسا الأخوة هي التي ألغت هذا التنوع الذي كان موجودا بين الجالية اليهودية على أساس اتهام هؤلاء البرتغاليين أو الجرانا أو السفارديم بأنهم تعاطفوا مع موسوليني خلال الحرب العالمية الثانية. وفي الأرشيف الوطني التونسي هناك تقرير طويل من أحد هؤلاء البرتغاليين أو السفارديمين يشرح للمقيم العام أنهم أصولهم إيبيرية وأنه لا علاقة لهم بإيطاليا رغم أن تسميتهم الليفورنيين، ولكن القرار اتخذ بإلغاء هذه الطائفة. أرجو أني أجبت على السؤال. شكرا أستاذ حسام. هناك سؤال آخر يتعلق ب يعني نرى من خلال إجابتك بأن المهاجرين دائما هم عاملوا إثراء في المجتمعات التي يستقرون فيها، حتى وأنه في بعض رغم أنه في بعض الأحيان يثيرون الأحقاد والنعرات الدينية
النعرة الدينية عندما يقع تسييس المسألة. أريد أن أسألك أستاذ شاشية بحكم أنه رأينا استعمالك لعدة مصادر تاريخية في إسبانيا وكذلك في حتى المصادر في الأرشيف الوطني التونسي ولو كانت قليلة، حسب رأيك ما هي آفاق الدراسات الموريسكية بالنسبة للباحثين التونسيين؟ لأنه احنا في هذه الندوة نتوجه بالأساس إلى الطلبة، ما هي آفاق البحث حول هذا الموضوع؟ يعني هي آفاق كبيرة، لأنه صحيح أن ما أنجز هام، يعني تقريبا نصف أكثر القرن الآن من البحث حول الموضوع، لكن حسب رأيي ما أنجز يعني لا يعكس يمثل نسبة قليلة من ما يمكن إنجازه. هناك العديد من المواضيع التي يمكن طرحها حول الحضور السفارديمي، في خصوصا أرى أن ما درس في الجزائر ما زال قليلا وما زال لم يتم استعمال مختلف الأرشيفات، كذلك في حتى في تونس التي تعتبر من أكثر الدول المغاربية بحثا في حول الموضوع، العديد من الدراسات الجهوية الدقيقة المعتمدة على سواء أرشيفات محلية أو أرشيفات عائلية، حسب رأيي ما زال هناك أو لم تنجز دراسات أنثروبولوجية. هناك أعرف من يشتغل حول الموضوع وحول الذاكرة هذه الموريسكية الأندلسية في تونس، لكن كذلك هناك العديد من الأمور التي يمكن إنجازها. أيضا هناك مثلا نحن نعلم أو مثلا بداية القرن 17 نعلم بدرجة كافية أو درجة جيدة حول الحضور الموريسكي في تونس، لكن النصف الثاني من القرن 17 تقريبا يبقى غامضا ولم يتم العمل عليه. كذلك حضور هؤلاء في القرن 19 وتطور حضورهم بعد الانصهار لم يتم العمل عليه. أظن كذلك مثلا في الأرشيف الوطني يمكن العودة إلى تفاتر العدول، هناك من اشتغل لكن هناك الكثير من يمكن طرحه حول هذه المسألة. كما قلت حول حضور هؤلاء في الجزائر، أيضا في المغرب أظن هناك الكثير من العمل الذي يمكن إنجازه، وحتى في بطبيعة الحال في إسبانيا، وهنا من يريد التخصص في هذا المبحث يجب أن يتعلم اللغة الإسبانية، يعني هذا أمر أساسي وضروري جدا. أيضا هناك الأرشيفات العثمانية، يعني تقريبا لم يعني أنا متأكد لم أزور الأرشيفات العثمانية، لكني متأكد من وجود العديد من الوثائق حول الموضوع، بعضها عشرات أو أقل نشرها الأستاذ عبد الشديد التميمي، لكن مؤكد يعني حضور هؤلاء كان كثيفا في إسطنبول، وكانوا يمثلون النوع من اللوبي الذي يؤثر على السلاطين العثمانيين ويدفعهم لإرسال فرمانات للحكام تونس والجزائر. أيضا هناك العديد من المخطوطات في الأرشيف الوطني التونسي اللي كتبها موريسكيون ولم يتم تحقيقها حتى اليوم، مثلا مخطوطات أحمد الشريف، مخطوطات الكوندي، ساسي نوينا الأندلسي، كلها مخطوطات يجب الاشتغال عليها لمزيد الوقوف على هذا الحضور. نفس الأمر، فقط أنت طرحت سؤال على الموريسكيين، نفس الأمر على السفارديم، يعني بطبيعة الحال يجب معرفة اللغة العبرية كذلك للاشتغال حول العمل، لأننا حقيقة يعني لا نعرف إلا النزر القليل حول المسألة. شكرا أستاذ حسام. يعني بالنسبة للطالب الذي يريد التخصص في هذا الموضوع يجب أن يقوم بالتخطيط، يعني منذ أن يكون في سنوات الإجازة يحاول إتقان على الأقل اللغة الإسبانية أو اللغة العثمانية، ليطلع كذلك على الدراسات باللغة الأصلية، يعني باللغة الإسبانية، لا ينتظر حتى تقع ترجمته. هناك أستاذة لوكيل، تريد أمينة بوكيل تريد أن تسألك.
سأفتح لها الميكرو. نعم، مساء الخير الأستاذة أمينة بوكيلي من الجزائر، أشكركم على تنظيم هذه الندوة القيمة، كما أشكر الأستاذ حسام متألق كالعادة على تقديم هذه التقديم حول كتابك. نعم، لدي سؤال حول التأثير الثقافي خاصة ليهود السفارديم على يهود المغرب العربي الجزائر أو تونس أو المغرب، ما الذي أضافوه للثقافة المحلية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي أفاق البحث سواء حول الوجود الموريسكي أو السفاردي في المغرب العربي؟ ماذا بقي؟ ما الذي لم يقال بعد؟ ما هي منطقة المسكوت عنها في هذا البحث؟ وشكرا جزيلا. شكرا. أبدأ من السؤال الأخير. أظن كما قلت للأستاذ رياض، يعني هناك العديد من المواضيع التي يمكن تناولها، وكذلك هنا أنت طرحتي أمر مهم، المسكوت عنها، المسكوت عنه أو الرواية الطاغية هي أنهم مسلمون هربوا بدينهم إلى العالم الإسلامي فاستقبلوهم أحسن استقبال وسامحوني عاشوا في السعادة وهناء، لكن التاريخ يثبت والمصادر تثبت أن الأمر لم يكن كذلك أبداً، سواء خصوصا بالنسبة للموريسكيين، عدد منهم كان مسيحيا، وهذا تذكره الكتابات، وحتى الكتابات الموريسكية تشير إلى هذا الأمر. ابن أحمد بن قاسم الحجري في رسالة، كيفاش يقولها، رسالة داخلية يعني باللغة الإسبانية بين الموريسكيين، يشير إلى هؤلاء الذين خيروا البقاء أو العودة إلى العالم المسيحي، ويقول ماذا يمكننا أن نفعل لهم، يعني نتركهم وشأنهم. أظن هذا الموضوع، هذا من المواضيع المسكوت عنها، إيمان الموريسكيين أو هذه المشاكل التي واجهوها بالنسبة لغير، سواء كانوا مسيحيين يعتقدون في السيد العذراء وفي المسيح، أو كانوا يعني لا يعرفون الإسلام. هنا لا يجب أن ننسى أن هؤلاء عديد منهم بسطاء عاشوا لمدة قرن في إسبانيا المسيحية، لكنهم يعني بعد قرن عديد منهم كانوا لا يعرفون العربية ولا يعرفون من الإسلام إلا ما وارثوها عن الأجداد، وهنا يعني بعض الفقهاء لم يتسامحوا معهم واتهموهم بأنهم مسيحيون وبأنهم يتحالفون مع المسيحيين. هنا أذكر مثلا واقعة موريسكي سيلا في المغرب، الذين وقع الإفتاء بأنهم مسيحيون وكفر ويحل دمهم. أوكي، فما البعض يفسر هذا الأمر على أنه في إطار الصراع السياسي، لكن هذا أمر واقع وهذه فتاوى صدر. إذن هذا مثلا من المواضيع التي يمكن الاشتغال حولها. وكما أؤكد مرة أخرى، أنا حسب رأيي المتواضع، يعني مثلا ما كتب حول الجزائر إلى حد الآن بالنسبة لي لا يشفي الغليل، ولا يعني هناك يجب القيام بدراسة وتقوم على الوثائق ودراسة هامة حول الحضور الموريسكي في الجزائر، لأن الحضور كان هاما ومكثفا ما قبل الطرد و حتى خلال فترة الطرد. بالنسبة للتأثير السفرديمي على سكان أو على بلاد المغرب، حقيقة يمكن الحديث عن، لست متخصصا في الجوانب الثقافية، لكن هم كذلك واجهوا العديد من المشاكل في استقرارهم بالبلدان المغاربية، ليس فقط مع المسلمين، وأساسا ليس مع المسلمون، مع اليهود المحليين، سواء التوانسة في تونس اللي بداية رفضوا أن تكون لهذه الجماعة الطارئة القادمة على البلاد يعني جماعة خاصة بهم قانونيا معترف بها، وأساسا لأنهم مقابل اليهود التوانسة كانوا أصحاب حظوة عند البيات. طبيب الباي مثلا ما تذكروش تقريبا حتى مصدر تونسي، ولا حتى احنا في أبحاثنا جابرييل دي بندوثة، هو طبيب الباي حسين بن علي، وهو وراء تأسيس هذه الجماعة وكان صاحب نفوذ كبير. دونك اليهود التوانسة كانوا يغارون من هؤلاء لأنهم لديهم أموال ولديهم مثلا حظوة. أيضا في المغرب بين التوشابيم والميغوراشيم كان هناك اختلاف، السفرديم كانوا لا يحلون أو يمنعون تعدد الزوجات، مقابل اليهود المحليين في المغرب كانوا يسمحون بتعدد الزوجات.
كانوا في المغرب اليهود المحليين كانوا يقومون بالذبح، يعني ذبح الحيوانات على الطريقة نوع ما ممكن تشبه الإسلامية، عكس اليهود السفارديم كانوا كالمسيحيين يقومون بالخنق، أو يعني كان هناك اختلاف ثقافي كبير بين هؤلاء. هنا يعني السؤال ممكن يشمل كل التأثير اليهودي في المنطقة بإيجاز العربية. سي حسين، بإيجاز. أوكي، دونك كان تأثير مهم إلى درجة معينة. سي وجدي الفيلالي يريد أن يسألك، سأفتح له الميكرو. تفضل. شكرا لك أستاذ رياض، شكرا أستاذ حسام على التقديم وعلى اختيار الموضوع. الحقيقة عندي خلاصة وسؤال. الخلاصة اللي يمكن وصلت لها بالتقديم متاعك هي أنه عملية الطرد بدأت ولا انطلقت على مبدأ الدين، لكن من بعد يظهر لي تغيرت وولات ثم فيها جوانب أخرى سياسية. معناها كي تقول مثلا معناها الدين ليس بالإعلان بل بالموروث، وتم التفرقة بين المسيحيين القدامى والمسيحيين الجدد، وأن التاريخ العائلي مهم لاعتبار الشخص مسيحي حقيقي أو لا، وبالتالي يسمح له بالبقاء أو لا. ومن بعد لاحظ انه ثم عنصر التواصل ولا الاقتراب من العثمانيين او القراصنه الموجودين في شمال افريقيا والفرنسيين الى غير ذلك. يعني ما بدا على اساس انه طرد ديني ربما هو السبب المباشر، لكن نرش اذا كان من الممكن اني نستخلص سبب غير مباشر، وهو الصراعات اللي عايشتها المملكه العثمانيه في الفتره هذيك. هذه الملاحظة. وبالنسبة للسؤال متاعي أستاذ حسام، إذا كان اعترضك في البحث اللي قمت به، أردت أن أسأل في الحقيقة عن تأثير مغادرة الموريسكيين والسفارديم على المستوى الاقتصادي في إسبانيا، على مستوى المهن، على مستوى اليد العاملة المتوفرة، وربما بعض العناصر الأخرى ولا الأبعاد الأخرى اللي ما تجيش لبالي. معناها شنو هي الخسارة اللي تم تكبدها نتيجة للطرد الأعداد الكبيرة اللي كنت تحدث عليها قبل؟ شكرا. يعطيك الصحة سي وجدي، سؤال يعني هام جدا، خصوصا مسألة التأثيرات الطارئة. حقيقة سواء بالنسبة كما قلت السفارديم الملوك الكاثوليك، سرعان ما أدركوا يعني الخسارة الاقتصادية والحتى الثقافية، لأنه مثلا أحد أهم مستشاريهم إسحاق إبرافانيل كان يهودي سفارديم، يعني أدركوا هذه الخسارة وحاولوا يتجاوزوا هذا الموضوع بأنهم يعني أظهروا نوع من التسامح، مش بعودة اليهود، لكن إنه فقط أعلن أنك مسيحي ويمكنك العودة دون التدقيق كثيرا في مسيحيتك. بالنسبة للموريسكيين، يعني تقريبا منذ الفترة ما بعد الطرد، خصوصا من نهاية 1628، بدأت الأصوات تعلو حول أن قرار الطرد هو خطأ كبير وجسير. وخلال القرن 19 هناك موجة من الكتابات، وفي الجرائد الإسبانية الكل أصبحت في إطار بحثها لماذا تأخرت الإمبراطورية الإسبانية وتقدمت الدول الأوروبية، تجعل أن طرد الموريسكيين وكذلك اليهود السفارديم هو أحد أهم أسباب انحدار إسبانيا وتأخرها عن الدول الأوروبية. وهذا أمر حقيقة أنا أشتغل حول هذا الموضوع الآن في إطار إعداد كتاب جديد، يعني حاز تقريبا في الجرائد، هناك إحصائية اشتغلت عليها، تقريبا هذا الموضوع حاز على الحيز الأكبر لجرائد القرن 19، كلها حاولت إبراز الخسارة الاقتصادية، وهي حقيقة خسارة حقيقية يمكن ملاحظتها حتى اليوم. عندما تذهب إلى جهات بالنسيا ترى قرى كاملة في حالة، أو بقايا هذه القرى في حالة خراب. وهنا المعروف وقتها أن الموريسكيين كانوا مزارعين يعني جيدين جدا، بخروجهم مثلا تراجعت زراعة قصب السكر، كذلك في النسيج، يعني جهة غرناطة كانت يعني كلها موريسكيون يشتغلون في النسيج، كذلك
تراجعت تماما. ومن هنا ظهر هناك مصطلح يسمى إسبانيا الفارغة أو إسبانيا الضفية، بمعنى أن عملية التهجير هذه أفرغت ديموغرافيا إسبانيا، ولكن ليس فقط ديموغرافيا كذلك ثقافيا. ووقع مؤخرا أو في بداية التسعينات الاعتراف والاعتذار لليهود السفارديين، وكذلك مؤخرا وقع منحهم الجنسية الإسبانية، مقابل أن الاعتراف الرسمي أو الاعتذار للبوريسكي لم يقع، وبطبيعة الحال لم يقع منحهم الجنسية. لكن خلال العشرية الأخيرة في إطار إحياء 400 سنة هناك اعتراف شبه رسمي من مقاطعات إسبانية، يعني حكومات محلية في أراغون أو من الكتاب الإسبان بهذا الخطأ. بالنسبة لملاحظتك كذلك في محلها، لكن الشعور الديني في إسبانيا هو شعور، أو يعني الذي دفع نحو الطرد، هناك شعور وهناك هذا الشعور بأن إسبانيا هي تحمل لواء المسيحية، بما أنها الدولة الأوروبية التي عاشت تقريبا حوالي 8 قرون وهي تحارب الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية، وبالتالي في أوروبا تقدم نفسها على أنها هي التي وقفت صد منيعا ضد تقدم الإسلام نحو روما مركز المسيحية. إذن هناك هذا الشعور الديني، لكن الأسباب هل هي أسباب اقتصادية أم سياسية؟ حقيقة هناك جدل كبير جدا وغير لا يتوقف إلى اليوم بين الباحثين حول ما هي الأسباب الحقيقية للطرد. هل هي أسباب اقتصادية كما يقول الأستاذ الفرنسي رافائيل كاراسكو، أم هي أسباب سياسية تتعلق بحروب إسبانيا مع الإنجليز والهولنديين والعثمانيين، أم هل هي أسباب دينية، هل هي أسباب ثقافية؟ إذن الجدل واقع إلى اليوم حول هذا الموضوع والأسباب، ما هي أسباب الطرد؟ شكرا أستاذ حسام. يبقى التاريخ يكتب ويعاد ويكتب من جديد على ضوء الوثائق وعلى ضوء المقاربات المنهجية. نشكرك شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة وعلى اللوحات والوثائق الأرشيفية التي قمت بعرضها، ونشكر الأصدقاء الذين يتابعوننا أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي على انتباههم، ويمكن أن يعيدوا سماع هذه المحاضرة على صفحة مخبر تاريخ الاقتصاد المتوسطي ومجتمعاته. وإلى اللقاء. شكرا، إلى اللقاء.